ارحب بلجنة الرأي، لجنة الرأي، واول واحد اللي متكشخ كشخة العيد مشعل العتيبي. هلا والله يا مشعل. يا هلا والله فيك استاذ عبد الرحمن. يا هلا، ما شاء الله تبارك الله. ايش اللبس الجميل هذا؟ احكي لي عن تفاصيل اللبس. ما شاء الله الساعة، العقال، من اللي شرى لك هذه؟ والله الاب. ابوك؟ شكر الاب. والله نمسي على الوالد بكل خير، يتعب ابوك معك. وعيد مبارك ان شاء الله على الجماهير وال حلو، والله كويس يا فنان، فنان قصدي، يا سلام. بس انت لو تخف علينا شوي كذا، بما انك تقول ذا، خف علينا شوي، الجمهور بيقول لك خف علينا شوي بالنقد. ان شاء الله. وفي السلبيات ونقاط الدعم. من اليوم ما قلت لهم بزياد نقاط الدعم صاروا خلاص، فهمت؟ يحسونها شيء كويس. طيب مشعل، مشعل. هلا. انت لا اصبر، مشعل، مشعل، انت مني اللي دائما يشتري لك ملابس، امك ولا ابوك؟ مني دائما يعني يساعدك بالاختيار. يعني الأم تساعد باختيار والأب يعني حلو، يعني ما شاء الله كذا مسوين. لا أنت تعرف ما شاء الله هو عنده نظرة فنية، فبرضه بتساعدهم أنت صح؟ نعم. حلو، اكتب 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 يا جماعة بالهاشتاج وش رأيكم في ملابس مشعل. عطونا كلوز بالله صوروه، وعطونا نقاط الدعم في ملابس مشعل، وضربة المعلم وغلطة المعلم، وهل هي برضه بتستاهل نقد ولا لا؟ طبعا في واحد خلاص نام لانه طولنا، وحنا نرحب بمشعل. انا برضو برحب بثاني اعضاء لجنه الراي الاستاذ مبارك القحطاني. هلا والله مبارك. جاء العيد وجاء العيد. لا يا بابا هذا مش وقت بخير. عبد الرحمن العامر مش مستعد بالعزاء. ما احلى هو ثوب العيد تسعد روحي في اوكي تصويري. اوكي يعني هذه الان انت كذا سجلت دخول. تسجل دخول تحيه. اعطوه تحيه يستاهل. بطل بطل بطل. ليش مبسوط اليوم يا مبارك؟ لان اليوم مبسوط، اليوم العيد عيدين. اليوم مبسوط ولا مبارك؟ انت وش اسمك؟ لا مبسوط مبارك. حلو. العيد ثلاث اعياد. ليش؟ اول شيء عيد. انت العيد اول شيء. اي عيد مبارك لان كل العيد مبارك. الله. كيف؟ حلو حلو. فهمت؟ والثانيه؟ الثانيه انه والأهم واللي أنا مبسوط منها والذي قلبي ينشر السعادة والبهجة منها، اللي هي أن أصيل مو موجود، عدم وجود المتذوق الإعلامي أصيل القحطاني، الفيلسوف أصيل، الحمد لله مو موجود، بس ما أدري من بيجي مكانه اليوم يعني. أيوه مو وين موجود أصيل يعني؟ والله أنا أتابع أصيل بسناب. وينك يا أصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش هذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. يا ابو الشباب برنامج محترم. خير يا اصيل المصري. يا هذا فراس، فراس فراس شو طلع وقطعت فلسفتكم. بعد العيد لحظه مبارك، عيد مبارك الحين. جرس اصيل اللي صار له 70 سنه شلون جبته يا مصين عليكم؟ قال خذ هذا الجرس اداه عشان كيسوي. يلا اشوفك بطنقل انا مبارك. ما لا تفرحك. اسمع افتكيت من اصيل جاك. طبعا اصيل مسي عليه بالخير في الجروب، انا اتابعه في السناب والله. يصور الان عنده فتره برضه في السناب. مبارك. الماضي اللي قبله في مسجدكم نايم، يعني عزتي مبارك لاصيل. من يوم الاحد نايم هنا؟ نعم. خلاص يلا خلاص بطل كذا، خلاص سويت مشاكل؟ خلاص سجلت دخولك؟ خلاص يعطيك العافيه، اثبت للناس انك ما شاء الله تبارك الله مره فنان وكويس. عيد مبارك. يعني فراس اقول لك شيء، يعني هو طبعا مسوي مجون على اساس انك ما شفت الاعلان انه بيكون معنا فراس، وعلى اساس انك ما ادري وشو. والرجال يعني دايركت اصلا موصي موصي اصيل. خلونا نرحب يا مبارك بفراس السليمان. هلا والله يا فراس. أهلاً. كيف الحال؟ عيد او شيء عيدكم مبارك للمشاهدين، ولا عيدكم مبارك ومشعل وسعد عبد الرحمن العامر، يعني عيدكم مبارك، وان شاء الله اليوم حلقه استثنائيه علينا وعليك تبارك. طبعا اليوم عشان تعرفون الخطه، ثوب بدله ما يسمونه ثوب وشماغ، فانا متزن عشان تعرفون التركيبه اليوم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.